أبناء شعبي شعب الجنوب أبناء هذا الخاصة ورب الكون إذا ما تقوموا بثورة بدل ما دعيناكم فأنتم لا تستحقوا الحياة. نعم. لا والله اللي ما بيشتغل زي الناس ورب الكون هذا الراس ما يقطعه الا اللي يركبه. نعم يركبه. اذا كان طعام ما يشتغل على الناس ولا الشرعيه ولا لا يرحلون.